صرت معه وداع الفرق. هاي وائل كيفك؟ ماشي الحال؟ منيحة. نحن اليوم بجامعتك بجامعة روح القدس بالكثير. يا أهلا وسهلا فيك وفيي. ايه طبعا. انت هون تعلمت موسيقى من 25 سنة، درست موسيقى بهيدي الجامعة. أحلى أيام كانت بحياتي. أحلى أيام. وقال لك شو لقينا؟ طلبات التسجيل تبعوا لك بالجامعة من 91 92 93. أوف. خط حلو. إيه؟ خط بالعربي بالفرنسية حلو. إيه اثنيناتهم حلوين. إميل وهدى. نعم. كانوا هن الأساس، كانوا جزء من الحلم. إنه أكيد الأهل إنه الدور، بس بعتقد الدور الأكبر كان لخالتي. ايه يعني هي اللي وقفت حدي ودعمتني وساعدتني. تبكي الطيور تدبل زهور. يعني انت فتت على هيدي الجامعة تلميذ ما حدا بيعرفه وظهرت منها فنان، واليوم انت فنان كتير كبير. بس بين وائل التلميذ ووائل الفنان قديش مرق عليك صعوبات، وشو هي الصعوبة اللي ما بتقدر تنساها؟ جرابك التنقلات كانت مزحلة على بيروت. كنا ناخذ كذا محطة، كنا نوقف على الطريق يعني الدنيا عم تشتي. بعدين ناطرين تاكسي. ما كان معك سيارة. ما كانش معي شيء. بس يعني كان في إصرار إنه وائل بدك تكمل، بدك تدرس، بدك تتعلم موسيقى. هو أنا كان عندي حلم، يعني إذا بدك كنت ممكن أعمل المستحيل لأوصل. هو إنه كون نجم. وصلت لمرحلة لقيت إنه مش حقدر أعمل شيء. يعني أدنى يعني ادنى شيء ممكن اني اعمله هو اعمل استاذ موسيقى. فكر انا اعمل استاذ موسيقى وفت على الجامعه وبلشت. الشهره والمجد والحمد لله المال بينسي هيدا الايام الصعبه؟ نواهي على طول في تحديات كان بحياتي. طيب برك التحدي الجديد انه ترجع تدرس وتوقف مطرح الاستاذ بهيدي الجامعه وتكون انت وائل كفوري استاذ الاجيال اللي حابه تتعلم موسيقى. كنت مقرر من فتره يعني ارجع اتسجل وكفي دراسي. عم يمر الوقت بسرعه مش عم لحق. في شي غرض كنت تخليه معك قبل الامتحان او شي عاده انت معود تعملها قبل الامتحان وبعدك لليوم قبل الكونسرت قبل الحفله بتخلي هيدا الغرض معك او هيدي العاده بعدك بتعملها؟ صوره قديسه. صوره قديسه رفقه بتصلي لها قبل الحفله كل حياتي. شو بيزعلك وائل كفوري؟ حيالله شيء، أنا كثير عاطفي. وشو بفرحك؟ آخ صعب الفرح؟ ايه من بعد المجد والشهرة واحد ينال فيه. ايه عجيب. بس بضل في سبب للفرح. هلا بفرح بشغلي بنجاحاتي، بفرح بالناس اللي بيحبوني، بفرح باللي حققته. بس هالفرح الدايم بتحسيه قليل. أنا بلشت 9 سنين كان عمري. لما بلشت مظبوط يعني لما وعيت على الدنيا وبلشت احس حالي انه ايه انا عندي صوت حلو فكانوا ياخذوني بال يعني اطلع حيالله عيد الام عيد حيالله مناسبه تصير بالمدرسه كنت انا اطلع غني. لو حبنا غلطه تركنا غلطاني ما زال عشقاني مع بعض. انسان اذا ما تعب ما بيوصل يعني ما ينق ما يتعب بكير يضل جاهد ويكافح لانه بالنهايه اكيد رح يوصل لمحل معين. الاصرار والطموح والايمان. ايه ضروري هودا اللي تعلمهم وائل. انا هودي اللي يعني ما عندي غيرهم كان يعني هو هن لا في مصاري وما في شيء في هون بحياتي كانوا هالاجتهاد هالاصرار هل انه بدي اوصل لو شو ما صار. تخيل شي نهار توقف على مسرح جامعتك قدام آلاف الأشخاص عم تحيي حفلة لما كنت تلميذ كنت تتخيل هالمشهد؟ لا أكيد لا ما كنت بتخيل، ولكن بقدر أقول لك إنه كنت بتخيل يوم من الأيام كنت عم علم عود بجامعة الكاثوليك. بس مش واقف هالوقفة. بس أكيد لا. قديش بيختلف هيدا الكونسرت عن غير كونسرتس بما إنه هو بجامعة الكاثوليك؟ سبحان الله بتحسيه قريب من شي كان حميم. كان ايه كان هيك له شيء بقلبي بالماضي يعني شيء بحس له شيء بحن له يعني مثل ما بيقولوا خطوه ال1000 ميل ببلش بميل. مزبوط. فكان هالجسر العبور هي هالجامعه اللي انا وصلت له اليوم. ف
فشغلة كتير حلوة وشعور كتير حلو. نحن بدنا نتمنى لك التوفيق، وأنغامي بدها تشكرك لأنه فتحت لنا المجال أنه نكون معك بهالمطرح القريب من قلبك. وائل كفوري كتير بيعني لنا هيدا الموضوع. موفق بالحفلات وموفق بالإصدارات الجديدة، وأكيد الكل رح يتابعك على أنغامي. أنا بشكركم، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله عطول بيكون عندنا هيك عدة لقاءات. موفق وائل. Thank you. ميرسي لإلي. مش قادر أكتر إيه